الحمد لله رب العالمين، نصر عبده وأنفذ وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نحمده ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ما ترك أمرا يقربنا من الله سبحانه إلا وأمرنا به ودلنا عليه، وما ترك أمرا يقطع ما بيننا وبين الله إلا وحذر ونهى. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك أبدا يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، ندخل غدا في الأسبوع السابع من معركة إن شاء الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون شهودا فيها. والإنسان حينما يشهد شيء، إما أن يكون شهوده هذا شاهدا له، وإما أن يكون شهوده هذا شاهدا عليه. نحن حضرنا هذا القتل الهمجي المتوحش، الذي إن أظهر لنا شيئا فهو يظهر معدن وحقيقة حقارة هؤلاء الذين يجثون على رقاب الأمة. يشهدوا على حقارتهم هم أولا، لأنهم مصدر الذل الذي نعيشه. هؤلاء الذين يمسكون بمقدرات العرب ومقدرات المسلمون اجتمعوا، ثم بماذا خرجوا من أسبوع؟ نناشد المجتمع الدولي أن يصنع، ونناشد المجتمع الدولي أن يفعل. يعني هم نساء لا يملكون شيئا، يطلبون العون والمدد مع أنهم ما شاء الله. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. حينما أترك مصدر عزي بندعس أوطأ، وهذا الذي يحدث لنا نحن أولا، وليس لإخواننا في فلسطين. يدخل الأسبوع السابع لنعلم زيف ما يتغنى به هذا المجتمع الدولي، هذه المنظمات التي أنشئت بالأساس لحماية المحتل، لحماية الغاصب. كانوا بيسموها الأول عصبة الأمم، لأنهم فعلا عصابة. حينما أثخنوا في الدنيا في الحرب العالمية الثانية، صنعوا هذه المؤسسة المزيفة التي ترعى حقوق الظالم وتحافظ على صوته وتحافظ على قوته وتحافظ على دولته وصولته. وعشان هيك موضوع الفيتو، ويمنح للقوى الكبيرة
حتى إذا أراد أحد أن يمرر ما ليس في صالحها وما ليس على هواها تقول له لا لا، ثم يخرس الجميع، وكأن العالم لا يوجد فيه إلا هذه الدول الخمس. ندخل في الأسبوع السابع لنرى هؤلاء المجرمين الذين ينصرون ويؤيدون المجرمين. تلك الدول التي تصف قلبا وقالبا وسلاحا وخزانة مع الكيان المحتل، فتش فيها تجدها هي بالأساس أساس الشر. ألم تبيد أمريكا هذه المتحضرة التي تدعي الإنسانية تبيد قارة بأكملها؟ ولم يكن في هذه الأيام صور، ولم يكن في هذه الأيام إعلام، ولم يكن في هذه الأيام قنوات قضت على شعب بأسره، وهكذا فعلت فرنسا. انظر إلى متحف الإنسان الذي يقيمونه. متحف الإنسان هو متحف لجماجم الإنسان، لجماجم الإنسانية التي سحقتها، التي قتلتها، ثم لم تتركهم ليهنأوا ليرقدوا في التراب بسلام، أتت بهذه الجماجم ووضعتها في متحف. أرأيتم فجور أكثر من هذا الفجور؟ وبريطانيا وإسبانيا، نحن احتلالهم عشناه نحن ورأينا ماذا فعلوا. تأتي هذه المعركة في أسبوعها السابع لتعرفنا إن المجرم بيصف مع المجرم اللي زيه، كل واحد يدافع عما يشبهه، ولذلك لن يفعلوا شيئا، لن يفعلوا شيئا، لأنهم مجرمون، كلهم مجرمون. يبدأ الأسبوع السابع ليتسابق هذا الكيان المجرم الرذيل الدنيء في البشائع والمجازر. لم يكفيه ما يصنعه، وإنه منذ 5 أيام لا يستهدف شيء إلا المستشفيات. متخيل إنسان يحاصر المستشفيات ويترك الناس تموت هكذا أمام ناظريه؟ ما هو؟ هل هو بشر؟ نحن قلنا في الخطبة الثانية في هذه المعركة عن هذه الخصائص والدناء التي طبعوا بها من أجل ما حل بهم من لعنات، وإن هذه اللعنة لتتلبسهم إلى اليوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله، كم لعنة نزلت عليهم، كم لعنة تلبستهم. من يومين ما حد عارف يعد، لا يوجد اتصالات، لا يوجد تليفونات، لا يوجد انترنت، الهيئات الفلسطينية لا تستطيع أن تحصر كم شهيدا بالأمس واليوم، كم لا يعرفه، إلا بس حيالله صحفي قدر يتمشى ويصور ونشر قبل قليل ذلك على قناة الجزيرة. هؤلاء ما قال فيهم الله سبحانه وتعالى: نراه في صنيعهم، نراه في فعالهم، نراه في خستهم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا ما قاله الله. قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هؤلاء حتى ينضبطوا ينبغي أن يصفعوا، إذا تركت لهم فرصة يشدون آنافهم، يشدون أنفسهم ليفسدوا في الأرض.
غابت الاتصالات فقط يومان، عمي العالم عما يحدثه. بتاع الامن القومي لسه طالع من شويه يقول لا نحن ما بنبطل حرب، وما طالعين من غزه والفلسطينيه يشوفوا لهم يلا مكان. متخيل؟ انا اللي هبحتره مش هرجعه مره اخرى ولا اخرج. يصفع. لكنه حينما علم ان لا احد يسمع صوت صفعته ويرى صورتها طلع ليقول هذا الكلام. وحيا الله اخواننا في المقاومه، هلا هلا طلعوا لنا فيديوهات 11 ونص عن قنص، عن تدمير، عن اصطياد دبابات، عن اصطياد افراد. حتى هذه الجثه التي قالوها اي هم قتلوها لما عرفوا ان احنا قربنا نشروا لها فيديو وهي تعالج وهي تخرج انفاسها من الخوف ومن الرعب. وهذا هو الفارق بين من يخاف رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يتعدى على رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو فرق كبير. نحن الجمعة الماضية تحدثنا عن آية المائدة، النصر وأسبابه في سورة المائدة. اليوم نعيش مع آية المؤمنون. احنا خلصنا الإيجاز الأخباري لأن ما كانش فيه أخبار. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية تبدأ ببلسم للشفاء، بدواء للألم، برؤية للمستقبل. وهذا المستقبل الذي يرسمه لنا الله في هذه الآية يبدأ بوعد الله. هاي مش تصريح من نتنياهو ولا من العجوز الخارف الآخر ولا من بايدن ولا من حدا. هذا وعد من الله. والله إذا وعد فلا مخلف لوعده، وإذا قضى فلا راد لقضائه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا الوعد للمؤمنين. والإيمان ليس كلمة، الإيمان قلب وجل من الله ومن مقام الله سبحانه وتعالى. الإيمان صلة مترادفة بالله سبحانه وتعالى وبآياته وبشريعته. الإيمان اعتماد وتوكل على الله، ليس على الدنيا ولا على أصحاب الدنيا. الإيمان وفاء بما أمر الله فهم يؤدون الفرائض. الإيمان سلوك وعمل، فإن الإيمان بغير عمل كذبة كبيرة. هذه الجزئيات هي معنى الإيمان، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حينما تسمع الله يقول وعد الله الذين آمنوا، انظر إلى المقابلة، هؤلاء هم الذين آمنوا. عشان لما تحس إن النصر ما جاش تراجع. لماذا تخلفنا عن النصر؟ لأن النصر لا يتخلف. النصر آت آت، ولكنه يتأخر لأننا تأخرنا، يغيب لأننا غبنا، يضعف لأننا ضعفنا وبعنا.
إن تنصروا الله ينصركم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وفي هذه الآية يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، على أن الإيمان هو الانضباط والاستقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى. اسحق تحسب أنك مؤمن وأنت تعصي، اسحق تحسب أنك مؤمن وأنت تخالف، اسحق تحسب أنك مؤمن وأنت تصمت على من يخالف، اسحق تحسب أنك مؤمن وأنت تصمت على المنكر الذي يفشو في الأرض. كل هذا يهدم الإيمان. قال النبي في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو يسرق وهو مؤمن، ولا يأتي ببهتان يرفعه بين الناس لينظر الناس إليه وهو مؤمن. هذا يقدح في الإيمان. لو كان مؤمنا لارتدع، لو كان مؤمن لكف، لأن المؤمنين يقولون لأوامر الله سمعنا وأطعنا، لا بيبجح ولا بيستمرش. المؤمن لا يحضر معصية ولا يسكت على معصية. ولذلك قال النبي هذا الحديث، قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن. حدا عامل نفسه هيك فوق الدين وفوق الشرع، يقول لك أنا هيك بدي وهيك بعمل، إذا كان من تحت ولايتك لابد أن تكفه. نحن كآباء علينا أن نكف أنفسنا، أن نكف أبناءنا، أن نكف بناتنا. لا يستقيم أن أكون أنا مسلم وأنا مؤمن وهناك معصية تحدث في بيتي وتحدث في عائلتي وأنا أصلي وفي الصف الأول، أو أنا أصلي في بيتي. هذا يقدح، هذا يفسد هذا. قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. فأنا الناصح في كل مجلس، أنا الناصح في كل مجال. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لمن لا يملك يدا ولا كلمة. ثم قال النبي: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الذي لا ينكر المعصية ولا يقف للعاصين والمخالفين بأي درجة من هذه الدرجات الثلاث هو مش مؤمن. لا يوجد في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما في، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، سمعتها؟ ليستخلفنهم في الأرض فهم خلفاء. والخليفة هو الحامي، هو الراعي، هو المفوض، كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة في المدينة، وكما رأينا الراشدين الأربعة خلفاء، وكما رأينا الإسلام يحكم الدنيا. هذا وعد من الله للمؤمنين الذين أتبعوا الإيمان بالعمل، والذين شرحنا مواصفاتهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ما تقولش والله طولت، لا والله طولت لأن احنا قصرنا، لأن احنا مقصرين. طولت لأن احنا لم نستجمع المواصفات بعد. لكن وعد الله لا يتأخر، وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله.
هل رأيت عزة الإسلام يوما؟ هل سمعت عن الإسلام حينما انتشر وحينما حكم وحين رفرفت راياته على الدنيا، حينما كان يستأذن ملوك أوروبا أن يأتوا بأبنائهم ليدرسوا في مدارس الإسلام وفي جامعات المسلمين؟ هل رجعت أن الأمة الإسلامية بعلمائها هي من أحيت هذه الدنيا؟ فهم كانوا سادة الدنيا في الطب والرياضة وغيرها من العلوم التي تحتاجها الحياة والتي تحيي الناس، وهذا سيحدث، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. واستخلافا ليس مع بيع الدين، استخلاف ليمكن الله سبحانه وتعالى دينه وكلمته ورسالته. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما تخاف، الأمة لن تنحرف، ليس لأن هناك أحد امتلك سلاحا ما سيحرف بوصلة الأمة وسيبدل دين الله. الله أغير على دينه وشريعته، اطمن، ريح بالك، هذه الأمة لا تغامر بدينها ولا تبيع بدينها ولا تشتري بدينها غرضا من الدنيا. شملك والله الإيرانية لهم غرض والأتراك لهم غرض. إحنا نحن الذي يعصم هذا الدين من أن ينزلق تبعا لقوة ما هو الله سبحانه وتعالى، لأنه صاحب الدين سبحانه وتعالى. هذه القوة تنسب نفسها إلى الدين من أجل أن تنال النصر ومن أجل أن تعتصم بالقوة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والله إن هذه الآلام التي تعيشها الأمة لزائلة، والله إن هذه الآلام والأيام الحوالك التي يعيشها إخواننا في غزة وفي كل فلسطين لزائلة، والله إن هذا المسجد المبارك، المسجد الأقصى الذي منع فيه الصلاة اليوم، ليملأن بالمصلين من أصقاع الدنيا في صلاة الفتح إن شاء الله، هذا وعد الله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نحن لا نقف للحزبية ولا للقومية، وإنما نقف لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. اسحق، تحسب أن القومية هي التي تنصرك؟ القومية لا تنصر، القومية تخذل، وانظر إلى العرب. اسحق، تشرك بالله شيئا قوة ما؟ هذه القوة لا تفعل شيئا. جعجعوا في المؤتمر العربي الإسلامي ثم انفضوا ولم ينفذوا شيئا مما قالوا، لسه هينفذوا، هيجمعوا السفن ويروح يكسروا الحصار. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نخرج من حولنا ومن جماعاتنا ومن أحزابنا ومن قومياتنا ليكن لنا حزب واحد وقومية واحدة وراية واحدة، هو الله لا إله غيره ولا مرتج سواه. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الذي لا يوفي بهذه الشرائط، الذي يقعد عن هذه الشرائط، سماه الله كفرا. كفرا لأن الله أعطاك نعمة التمكين، نعمة النصر، وأنت تجلس وأنت تخذل وأنت تتقاعس، وهذا كفر بالنعمة. لك فرصة أن ترفع رأسك عاليا وأن تشهد النصر وتقوم من جند النصر، لكن تقعدك المعصية. الفسوق هو المعصية، والفاسقون خارجون من هذه المعادلة. أيها الأحبة،
نحن على موعدة مع وعد الذي وعد به هو الله سبحانه وتعالى. والله قادر، والله لا يخلف وعده. مطلوب منا نحن نوفي. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اسمع، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. على هؤلاء يتنزل النصر، وبهم ولهم يحدث الوعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا عز الإسلام ونصر المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أعطانا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعدا يفصل هذا الوعد الذي أعطانا الله إياه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، ويختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. شو هيقول الحجر والشجر؟ ولا يا عربي ولا يا فلسطيني، يا مسلم يا عبد الله. هذه المواصفات التي جاءت في السورة: هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا ما أخبر به الله، وهذا ما أخبر به الرسول. أحد الكتاب قال: أنا كنت بتعجب ليه رب العالمين هيخلي الحجر والشجر ينطقوا. ليش؟ لأن البشر سيخونوا، البشر هيصمتوا، البشر هيزيفوا الحقائق، البشر هيحطوا ايديهم على عينهم ويحطوا أصابعهم في أذانهم ويقولوا: ما سمعنا وما شفنا. الحجر والشجر هينطق من هذه الفظائع، وإنها والله لفظائع. نبقى فيه أكثر من 40 طفل مولود يصرخ يصرخ، لا يستطيع أن يتنفس، لا يوجد ما يأكله. ألا تنهد السماء من هذا المشهد؟ ألا تنطق الجدران وتحدث الأرض أن هؤلاء الفجرة هنا، تعالوا إليهم فاقتلوهم؟ والله رأينا الاشتباكات التي صورت اليوم في أول شبر هناك في بيت حنون. أول ما دخلوا إلهم قديش داخلين؟ 21 يوم. مصر كسرت في اليوم السادس في الحرب، مصر اللي عندها جيش. حدثت الصغرة ووصلوا إلى القاهرة، والذي أنجدهم هي الاتفاقيات. إخوانك إلهم 21 يوم من الحرب البرية، مش من الحرب كلها. هذا هو الأسبوع السابع، دك بالطيران وضرب من البحر، 21 يوم اشتباكات، ولم يحصلوا على شيء، لم يأخذوا مدينة غزة. واليوم هذا القنص الذي حدث، حدث في أول متر في هذه الاشتباكات. إن شاء الله هذه معركة النصر والتحرير، وهذه بدايتها إن شاء الله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يا مولانا يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم يا من لا يعجزه شيء ولا يشغله شيء عن شيء، يا مالك الملك، يا مالكا في ملكه، يا نافذا أمره، يا نافذا أمره، يا نافذا أمره، يا حقيقا وعده، يا حقيقا وعده. اللهم أنفذ وعدك لعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم أنفذ وعدك لعبادك
المجاهدين يا أرحم الراحمين. اللهم بك وحدك يصولون، وبك وحدك يجولون، وبك وحدك يقاتلون. اللهم فكن نصيرهم، وكن عونهم، وكن مددهم، وكن سندهم، يا عون من لا عون له، ويا سند من لا سند له، ويا قوة من لا قوة له. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، وثبت أركانهم، وثبت أركانهم، وثبت أركانهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك، وجند من جندك، وقوة من قوتك. اللهم أنزل عليهم ملائكتك مرتفين يا رب العالمين. اللهم وأنت أعلم بفسق هؤلاء الفاسقين، واعتداء هؤلاء المعتدين، وإجرام هؤلاء المجرمين. اللهم قابل مكرهم بمكرك، اللهم قابل مكرهم بمكرك، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم دمرهم شر مدمر، ومزقهم شر ممزق. اللهم دمرهم شر مدمر، ومزقهم شر ممزق. اللهم اجعلهم لكل مجرم آية. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا قرأنا في كتابك عن إهلاك كال فرعون وثمود وعاد. اللهم فأدر على هذه الدائرة عليهم، اللهم أدر هذه الدائرة عليهم، أرنا هلاكهم، اشف صدور قلوبنا بهلاكهم يا أرحم الراحمين. اللهم وأنجو المستضعفين من إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، متروكون لا حول لهم ولا قوة إلا بك، وأنت لهم وكفى، أنت حسبهم وكفى، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم احمل حافيهم، اللهم احمل حافيهم، واكس عاريهم، وأطعم جائعهم، واسق ظمآنهم، واشفي مريضهم، وداوي جريحهم. اللهم افرغ على قلوبهم صبرا، اللهم افرغ على قلوبهم صبرا، اللهم افرغ على قلوبهم صبرا. اللهم اغنهم بفضلك عن مسألة من سواك، اللهم اغنهم بفضلك عن حاجة من سواك. اللهم اغنهم فأنت الغني، اللهم اغنهم فأنت الغني. اللهم إنا نحتسبهم عندك يا من لا تضيع ودائعه، فكن ضمانهم وكن أمانهم يا أرحم الراحمين. اجعلهم في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم ولا تؤاخذنا بقعودنا، اللهم لا تؤاخذنا بقعودنا، لا تؤاخذنا بالبيوت المدمرة، ولا بالأشلاء الممزقة، ولا بالأرواح المزهقة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء من الخذلان والإجرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.